بالغلط اخي بسام بالغلط. خطأ مطبعي خطأ مطبعي، ما هيك اخي بسام؟ سقط سهوا. المهم هلأ شو بدك تقول؟ يلي بدي اقوله يا جماعة، بما انه عرسنا جماعي قبل 20 سنة وبعد بكرة رح يصادف يوم زواجنا، ينذكر ما ينعاد ان شاء الله. يو اكيد ينذكر ما ينعاد، ما احلاهن ان عايدينه. المهم المهم، نحن لحد هلا ما اتفقنا على المكان اللي لازم نروح له، بقى شو رايكم انتو؟ شو في عندكم اقتراح؟ طيب، شو رايكم يا جماعة نعمل حفلة عندي بالبيت؟ شو رايك رزان؟ أنا من جهتي ما عندي مانع، بالعكس أحب على قلبي، بس بركي الجماعة عندهم رأي تاني؟ إيه لكان؟ طبعاً عندنا رأي تاني. شو هو يا برهوم أفندي؟ هاك أشوف. بصراحة نحن ملينا من حفلات البيوت، مع احترامي للجميع، بقى شو عليه هالمرة إذا طلعنا لشي مطعم على طريق المطار؟ قهوة وأنشط وأشراح. هو صحيح قهوة وأنشط وأشراح، بس والله قاعدة المطاعم تأسر حريتنا، ما بننبسط. والله الله معك، لأن الواحد ما بياخذ راحته، بياخذ راحته يا جماعة. طيب طيب، شو رأيكم نطلع سيارنا على الغلطة؟ ليش لا؟ والله فكرة كتير معقولة. شو رأيك نزار؟ شو علي؟ أنا موافقة، بس ما تنتهوا بلعب الطاولة والشدة. ولا يهمك نادية، هالمرة اللي حندللكم تمام. اطمنوا لأنه ما لنا غيركم. إذا كان هيك أنا من هلأ رح أوصي على منسف جاج وفريكة من عند أبو محدين البغجاتي، وأنا بوصي على صدر نمورة من عند أبو بشير القاضي. بقى شو قلتوا؟ طيب النمورة أنتوا بتفصلوا ونحن بنلبس. ليش لا؟ يا عيني عليكم، يا عيني عليكم، شو مؤدبات ومجبات. عظيم، أصبح رح أتفق مع أبو شاكر مشان يحجز لنا الميكرو تبعه بكرة. أي والله. طيب وبالنسبة للهدايا شو رح تعملوا؟ يا حبيبي ليش مين بده يهدي الثاني؟ إن شاء الله نحن بدنا نهديكم. والله ما بعرف. شو رأيك أنت؟ بيستاهلوا بسام، بيستاهلوا خطيه. بلشوا للشغله شفقه ولا جبران خاطر؟ طيب يا جماعه ليه ما بتخلوها مفاجاه؟ مو احسن؟ يعني ما بدكم تقولوا؟ ولا يهمكم، صحيح ان انا درويش وعلى قد الحال، بس وحياه عيونكم رح نقوم بالواجب واكثر كمان. طيب مين بيحب يشرب ارجيل؟ انا مرتي انا مرتي انا مرتي. يا حبيبي من امتى لحقكم ابراهيم ارجيل؟ ايش قاعدين بقهوه النوفره؟ تحضروا تحضروا بيحضر واجبكم. اتبخها بالهنا ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله معك، مع السلامه. الله يعافيك. يعطيك العافيه. اهلين انسه. اهلين، الله يعافيكي. عندك عطر امواج؟ لا والله يا انسه خالص، بس عندي عطر بيقال بيطير العقل، بيسطل مين ما شمه بتلتهب مشاعره. اصبح اعطيني اني نعمل معروف. كبيره ولا صغيره ولا وسط؟ لا وسط لو سمحت. ايه على عيني وراسي يا انسه. تفضلي. شو عجبتك؟ حلوة. قديش بدها؟ 300 ليرة بس. إن شاء الله تبخيها على حالك بالهنا. افتحي افتحي الشنطة لقلي. يسلموا. تفضل. يسلموا هديات إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا كتير، يعطيك العافية. يعطيك العافية بس. أهلين أهلين وسهلين روحي. شو جابك بشو؟ نزلت على السوق بدي اشتري شوية اغراض، حبيت مر لعندك. شو كل هالقد انزعجت من شوفتي؟ ليكو تانية شلون بتحكي ولك ميت اهلا وسهلا فيكي. فوتي فوتي، ليش واقفة؟ شو شافت امك حكي؟ ليلي في شي؟ لا ابدا ما في شي. ولو امرتي وبعرفك بالله شو عم يدور ببالي. بصراحة حابة اعرف شو بدك تجيب لي هدية بكرة. فظاعة شو فضولية، ما قلت لي خليها مفاجأة؟ ايه ما قدرت اصبر، جاي اعرف شو هي الهدية. لك تكرم عيونك حبيبتي، على عيني وراسي، ليش انا كم هيفة عندي؟ شايف هالقنينة هاي؟ ايه شبا. شايف العطر اللي بالقنينة؟ ايه. شايفتي؟ شايفته. هالعطر هاد انا ركبته بايدي، الله وكيلك صار لي 10 ساعات وانا عم زبطه، وبصراحة هالعطر هذا مؤلف من اغلى وافخم العطور الشرقية، وعددها 10 انواع. فل، ياسمين، زنبق، بنفسج،
رنفل، جاردينيا، نرجس، مسك، عنبر، منتور، يعني كل الإيسانسات الشرقية المشهورة موجودة فيه. ولخصوصية المناسبة سميته على اسمك يا روحي. شوفي عطر هيفا، شايفي بالإنجليزي تشمي. بالله شو رأيك فيه؟ الله بجنن بسام، ما في أحلى من هيك. بس مو أحلى منك، لا، والنكتة إني فرحان كتير لأنه التركيبة نجحت معي. وبيني وبيني كل العطور اللي بيعها يعني تجارية، بس أنت حلوة، حلوة كتير، والحلو بده أحلى يا روحي. ولك تسلم لي شو مزوي. لا واليوم بالذات طالع وشك بيمزع ضبنات العقل. خلص بسام بلا غزل هلا قدام العالم. ولا همك. بس وينك هيفاء؟ لا تحكي لحدا على هدية، خليها مفاجأة، ها، لأنه أكيد رح يجنوا من الغيرة. تاكلي حلو؟ تفضلي. باخذ لي قطعة حاكم مرمر تمي. إن شاء الله صحة وهنا حبيبة قلبي، صحة وهنا مطرح ما يسري يمري. مرحبا سعيد. أهلين رزان، أهلين حبيبتي، شو هيك أنت؟ كنت بالسوق عم جيب موالح ومكسرات مشان سيران بكرة. الله يعطيك العافية، جيب لك شبارة تشربي؟ لا حبيبي مالي عطشانة. طب قولي لي رزان، بدك شي، عاوزة شي من السوق؟ لا سعيد أبدا ما في شي. لكن شو سر زيارتك المفاجأة لمحلي؟ عدم مؤاخذة يعني مالك بالعادة. صحيح، بس أنا جاي أعرف منك شو هي الهدية اللي بدك تهديني إياها بكرة، لأني سمعتك عم تقول إنه بدك تهديني هدية مميزة. أكيد حبيبتي أكيد. طيب شو هي؟ الله يخليك سعيد. لك حبيبتي ليش ما صرتك محروقة؟ خلاص خليها مفاجأة. طيب فاجئني هلا مشان الله. بس بشرط ما بتحكي لحدا منوب. ما بحكي أكيد. لحظة. تفضل. فعلا حلو. هالقصر حلو يا روحي، أنا صممته بإيدي وكتبت لك عليه بالزيركون اسمك بالكامل رزان. شايفي ما أحلى؟ فعلا أنيقه حلو. واليوم بالذات وصلنا من المعمل أول قص من تصميمي ورح نزله على السوق باسم رزان. شوفي يا عمري، شوفي ما أحلى. ولك يسلمني هالوش الحلو، يسلمني شو اللي بقلك. يعني هو صحيح القالب غالب، بس بصراحة يعني مو أي واحد يعني بالبال الزينة. شو رأيك حبيبتي؟ بجنن، حلو كتير وأنيق، وطالما من شغل إيديك فهو أحلى قص بالدنيا. الله يخلي لك، طالما هيك أعطيني إياه لأقدم لك إياه بكرة هدية قدام رفقاتي ونسوانهم. أكيد رح يغاروا كتير، مو مشان قيمته بس لأنه من شغل إيدك. تفضل حبيبي روق دمك. شكرا يا روحي، ليش عذبتي حالي؟ عذابك راحة وبسكوت. بتريدي شي حبيبتي؟ برهوم، بقدر أعرف بكرة شو رح تهديني بيوم زواجنا العشرين؟ شو رأيك تكون مفاجأة مو أحسن؟ خلي أسأل. طيب قلي مثل شو يعني؟ بصراحة ما رح تقدري تتوقعيها. هيك شوقتني أكتر، قلي شو هي وصدقني ما رح أحكي لحدا. هو أنا بقلك ما بتفرق معي، بس بهالصورة رح تنزعي المفاجأة. هلا لا تلف وتدور برهوم، ماني متزحزحة من محلي لحتى أعرف شو هي. طيب بسيطة، أنا رح قلي هذا يا ستي، أنا عم أنظم فيكي قصيدة غزل منيحة. قصيدة غزل؟ فيني أنا؟ إيه نعم، وبكرة رح تسمعيها قدام الجماعة. شلون صارت هي؟ صار لي عمر عايشة معك، بحياتك ما تغزلت فيني من أيام الخطبة لحد هالتاريخ. ولا يهمك يا روحي، بكرة رح طالع لك الفرق، رح تسمعي أرق وأطول قصيدة غزل كتبتها طول عمري، يعني بدك تقولي عدد أبياتها 30 بيت. تسلم لي إبراهيم، شو بتخسر إذا بتقلي إياها هلا؟ لك صدقيني يا قلبي لسه ما خلصي. طيب سمعني اللي خالص منها. أوه فظاعة شو بتلحقي. لح سمعك يا قلبي لح سمعك. نعم اسمع. نادية، اصعدي عرش الجمال الخالدي وتبوئي في القلب أحلى منزلي، تهواك أزهار الرياض وطيرها، هيا اشعلي نار الهوى هيا اشعلي، أنت الغزال عصى الزمان بحسنه، قلبي مروج فامرحي وتنقلي. يا سلام عليك يا إبراهيم، كمل كمل، ليش وقفت؟ الحقيقة ما خلص معي غير 3 أبيات، لأنه شيطان الشعر عصلج معي. يعني أكيد القصيدة بتخلص لبكرة؟ أكيد. طيب شو رح تسميها؟ غزالتي نادية.
لك لا تحبي بتهاتي لا تحبي الابساط. شو حبيبي بتخاف علي؟ لك تقيل عليكي طبعا بخاف عليكي تبريني ان شاء الله. يسلموا ايديك. لو كان مو تقيل اليوم قررنا ندللكم. اليوم الدلال العالمي. لحظة 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 الكاميرا تقيلة على كتافي بروحي. والله معنا تقيلة. لك اليوم قررنا ما نحملكم شيء ولو بيطلع بايدنا نحملكم على كتافنا لحملنا. والله. بتصدقوا يا جماعة؟ اليوم بسام غلالي القهوة وجاب لي اياها وجلك كده جليها. بتستاهلي يا هيفاء لاني بصراحة ما هن علي توقفي ورا المجلى بهاليوم التاريخي. نعم. ان شاء الله تضلوا هيك على طول. بدك انا نوقف ورا المجلى على طول ولا كنت انا؟ روح شباب روح روح روح. هيفاء عرفتي شو جاب لك بسام هدية؟ هي عرفت وانا كمان عرفت. شو جاب لك؟ ما بقول قولي انت بالاول. يلا يلا يا جماعة عجلوا. يلا يلا تأخرتوا الميكرو براس الحارة تعبتوا حبيباتي؟ لا تعبت. على مهلك حياتي لا تنقدي كتير مشان ما تتفلكشي. بعرف رزان منيح البس الكعب واطي لأنه أنا بخاف عليك من المشي بالكعب العالي. يلا 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 لحظة 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 شو بقى؟ بلشنا نزغل؟ أنت جبت كبير مدبرة شي يعني ضروري كل مرة أعلف لك لحتى تصدقني وين عيونك بسام؟ عيوني موجودة بوشي حبيبي بس حضرتك بتلم الزهر قبل ما تصه منيح. طيب هي سعيد قدامك بربك بدينك سعيد تحكي الصدق. شو جبت أنا؟ بسام لا تحلفني صدقني ما كنت معك كنت شارك. ليه كنت أنا؟ قال كنت شارك. طيب ماشي الحال عيد الحتفة يا أخي. وهي شو حبيبي؟ دوشيش فظاعة زهرك شو قوي. شو بدنا نعمل ولد أخي اللي على قامة السيران؟ هلا بدكم ضلوا عم تلعبوا بالطاوله ولك حاكونا شوي سايرونا. طيب ليش ما عم تتسلوا مع بعضكم؟ كل القصص اللي منعرفها حكيناها. ملحق عليكم مين قالكم ما تجيبوا معكم برجيز؟ ما منحب البرجيز. هيك احسن قلت لكم خلينا نطبخ وننفخ ونشوي على ايدنا ما رديتوا ليكن الجماعه ملوا بدون شغل. ولك حبيبي كان نحن اصلا ندللهم بهاليوم التاريخي تبعهم ولهالسبب وصينا على منسف ونمورا. وامتى رح يجي الاكل؟ اتفقت مع المطعم الساعه 2. قولي على قامتي يعني لسه بكير هيك بدنا نضل قاعدين عم نتصفن بالشجر؟ قوموا خذونا مشوار على النبعه بعدين بنرجع لهون. ولا يهمك رزان بعد الغداء بنروح على كافيتيريا النهرين وبنعملكم حفله جاتو وشاي وبنقدم لكم الهدايا المتميزه. شو رايك بقى؟ على عيني بسام. بس والله ضاقت خلقنا. استني لقلك هيفا اجتني فكره. شو هي؟ ليش ما منروح لعند الدكتورة؟ أنه دكتورة؟ يا ستي الدكتورة اخت رفيقتي وعندها هون مزرعة حلوة كتير صرت زايرتها أكتر من مرة. طيب إذا رحنا لعندها منلاقيها يا ترى؟ أكيد لأنه اليوم الجمعة وهي كل جمعة بتطلع على المزرعة. وبعيدة مزرعتها من هون؟ لا قريبة كتير 10 دقايق مشي. قوموا قوموا يلا نتسلى. يلا الطريق. يلا اصبح قوم وصلنا بسام. لوين حبيبتي؟ على مزرعة رفيقة رزان قريبة من هون. يا على عيني وراسي بتأمري امر بس استني لخلص البرتية. سعيد قوم انت وصلنا. لك حبيبتي الله يوفقك انا بعرف سوق مكرشبي ما بعرف. اصبح ما عندكم مانع نروح لحالنا طالما قريبة. ما عندي مانع حبيبتي. قريب كتير بقفى الشجرات هدول. يلا روح وبس لا تطولوا. صبايا ديروا بالكم على حالكم على حد يلطشكم بالطريقة. خدوا سكاكين. لا تخاف منعرف ندافع عن حالنا بدون سكاكين. والله بعرف. شاو الله معكم على سلامة. سلمونا عرفيتكم إذا بتريدوا. حل عنا حل عود حبيبي حيل. تعال تفرج كيف اللعب. تعال علي الزهر هو من هيك ما عاد. الله يخليك. بيض ولا سوق؟ بيض حبيبي. شو
مطولين لحتى نوصل؟ نعم مو مطولين. شايفين هذيك الشجره الكبيره؟ المزرعه اقفى منها. ايه منيح، لانه الطريق ترابع متفركش بالمشي. اه مو صحيح، انت بتحبي الرقوصه. يا دخيله انجيلي لقلك. كمشيها كمشيها. ما استفدت شيء. العاب خود هاد، خود حظك مني. الاطول الاطول حداك حجر. اسمع، هلا انا عم لاعب واحد ولا اثنين؟ اذا بدك ضل عم تدله بطئ العبها. ايه طيب شباك سكتنا، ها ما عدنا نحكي. ما بيكفي زهرو. شباك ابراهيم بالبهوره زلمه عم بمزح. شو يمزح؟ دوياك يلا. ما استفدت شيء. خذ هاي كمان. حلو. حلو. مرحبا عمو، كيفك؟ يا ميت اهلين وسهلين بالست رزان. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. يا ترى الدكتوره موجوده؟ لا والله لسه ما اجت، بس هذا وقتها، هلا هي على الطريق. تفضلوا تفضلوا. شكرا. شرفوا. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا. العاب سعيد، شو صار لك؟ قصدي عم تجاكلني يعني؟ شو بك ما تركزي الحجرة بقى خلصنا؟ لك نطفت له قلبه للزلمة الحوش بقى. شو على راسي؟ على راسي هو. حلو حلو. شو؟ كمل ولا بتنسحب؟ والله أنا لو كنت مكانك بكمل. لأنك جاهل من يوم يومك. يعطيكم العافية يا جماعة. الله يعافيك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين سالين. أهلين خانم. ممكن تساعدوني لو سمحتوا؟ ولو طبعا مساعدك، يعني نحن إذا ما ساعدنا هالملاك الهابط علينا من السماء مين بدنا نساعد لك؟ شكرا، هاد من لطفكم. أنت إمري وبس. حدا فيكم بيعرف بتصليح السيارات؟ طبعا بنعرف، لكن ما بنعرف. ولو يا خانم، يعني معقول بعد هالأمر ما نعرف نصلح سيارة؟ يعني أمري أمري على راسنا. شو تعطلت سيارتي هون على الطريق على غفلة؟ وقفت ما بعرف شو صار له. تكرم عيونك، نحن جاهزين. أصبح اللي بيعرف فيكم بتصليح السيارات يتفضل معي إذا ما فيها سئلة. إيه لعيونك، تفضلي. على راسي جاهزين. إبراهيم رجع لورا أنت، الله يرضى عليك. شو بفهمك بالتصليح؟ على أساس أنت بتعرف تصلح يعني؟ بالمناسبة بسام، ترى أنا بعرف صلح منيح سيارات، وأنا صغير كنت ميكانيكي يعني. بس إيه معلش معلش يعني. معلش هلأ تمسك لي. تعا تعا هاي السيارة. والله لا بقتلك يا خانم. لحظة 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 حبيبتي، لحظة يا روحي. بعد قربي شوي حتى تدليني. افتح ابراهيم غطى المحرك. يلا. اذن هالانواع بفهم فيها. خلصني حبيبي، افتح. شو بك؟ ايه شو بيعرفني وين الزر؟ يظهر كل سياره الى مفتاح شكل. وين الزر يا خانو؟ ها لقيته. شغل لي المحرك. شو ما عم يضرب المرش؟ مدري شو بو. ايوه هذا اكيد من السلندير. شو دخل السلندير؟ ما له علاقه السلندير، اكيد في سبب تاني. انا بعتقد ان العطل من الدينامو، يعني بدي اقول شغله كهرباء. لك شو من الدينامو انت التاني؟ اكيد العطل من البواجي. لا يا جماعه لا، مو من البواجي. انا قبل اسبوع غيرتهم هنن والبلاتين. انا بتصور انه العطل من البنزين المغشوش اللي عبيته قبل نص ساعه من الكازيه. حاكم كل ما بعبي من هالمحطه بتعطل سيارتي. كلام معقول، كلام معقول. اصبح ويني؟ انا رح افك غطا الكربراتير ونظف المواسير، المواسير بدهم تنظيف. شو الحكي بسام؟ هلا الكربراتير فيه مواسير ما فيه؟
لك اخي فيه، بس المشكله انه نحن ما معنا عده. ولا يهمكم، انا معي عده. شو الحكي؟ لحنا لك ما عده؟ ما عده؟ لك تبهدلنا، لك بدنا نفكها. وهي شنطة العده. ولك يسلموا لي هالايدين يا رب، شوف شنطتها شو كربوجه. لمتها وسخت ايديك يا اخي، مسخت ايديك. لا اضرب عليك انا. كنت لي وين محلك، جبت لك اياها براسي. مو مشكله، كثر خيرك. هات هات حبيبي هات هات. يسلموا بس عم اعطينا. معلش حبيبي معلش، بدي انكش هالعطل ولو ضلينا هون لبكره كرمال هالعيون الفتانه. تاخرت كثير، خلونا نمشي. يلا طولوا بالكم طولوا بالكم. ابو غسان تاخرت كثير الدكتوره. هذا هو وقتها، ما بقى الا تجي، يعني حلوه تروحوا بدون ما تشوفكم. طيب يسلموا ايديك، تفضلي تفضلي. مشان الله ما تواخذوني يا جماعه، عذبتكم معي. ممكن ترتاحوا شوي؟ الله يخليكي. تعبك راحة يا آنسة. آنسة على ما أعتقد، مو هيك؟ مزبوط آنسة. لك يا نيالو ويا بياض نهارو يلي بده ياخدك، أطيب قهوة رح أشربها بعمري. شكرا كلك ذوق. يخليك ربي. تفضل. يسلموا التيا. الله يسلمون يا رب. ما بعرف، يمكن هي أطيب قهوة بشربها بحياتي على الإطلاق، وحياة الرسول. ريتهم يسلموا لي هالأنامل العاج يا حق. عنابي وأنت السادة مو عاج. عفوا يا خانم، يعني فيني أسألك سؤال لو سمحتي؟ إيه تفضل ولو. يعني يا خانم، يعني وين كنت راحة بهالبساتين لوحدك؟ والله بينخاف عليك، بينخاف عليك تنخطفي. لك الحق معه، الدنيا مانا أمان. بعدين أنت حلوة، لك حلوة كتير، يغزي العين من عيني. اللهم صلي على النبي عليه الجمال. بصراحة أنا عندي مزرعة قريبة من هون، كنت جاي عليها. الاسم بالخير آنستي؟ اسمي الدكتورة ريما السمان. ريما السمان، ريما، ريما، اسم شاعر كتير وإله موسيقى ها؟ لا، وإله معنى فظيع. الريم معناته الغزال الشاري. لك اسم على مسمى، شو بدنا بهالحكي يا عمي؟ لك الله يحرسك يا عمي. شكرا يا جماعة، هذا لطف منكم. وشو اختصاصك دكتورة ريما؟ اختصاصي اعصاب. اصبح بدك تعالجيني، ما في كلام. خير ان شاء الله. يعني معقول الواحد يشوفك وما تفرط اعصابه؟ قلتك وانا كمان عليل الاعصاب. بصراحه يا جماعه انا حاسه انه انتم ما رح تقدروا تصلحوا السياره، وانا تاخرت كثير وصار لازم امشي، بس ما بعرف شو بدي اعمل، كيف بدي انقل السياره على المزرعه هلا. ولا يهمك دكتوره، محلوله شغلتك، محلوله. وشلون يعني محلوله؟ يعني نحن في عنا ميكرو، رح اجيب لك اياه وشد لك السياره للمزرعه، شو رايك بقى؟ والله يا جماعه ما في داعي تغلبوا حالكم معي. شلون ما في داعي دكتوره ريما، هذا واجبنا. دكتوره احنا دائما بالخدمه، مشان الله بس اشرب اصبعتك. يلا شباب همه يلا. يلا. جاهزين دكتورة؟ يعطيكم العافية يا جماعة، لبكتكم معي. ولو يا دكتورة، الحقيقة أنا سعيد بمعرفتك كتير، يعني مو مصدق على حالي إني عرفتك هيك إليك. نخلي لي إياكم يا رب، وأنا كمان كتير سعيدة بمعرفتكم. الدكتورة ريما بتسمحي لي أهديكي هالأبيات يلي إجاني فيهم وحي الشعر هلأ بعد ما تعرفت عليكي؟ عفوا، يعني حضرتك شاعر؟ لا أنا مدرس، بس يعني أحيانا بكتب شعر. طيب ماشي الحال، عم بسمعك، تفضل. غزالتي ريما، ريما اصعدي عرش الجمال الخالدي، وتبوئي في القلب أحلى منزلي. تهواك أزهار الرياض وطيرها،
هيا شعلي، هيا شعلي نار الهوى، هيا شعلي. ريما: الغزال عصى الزمان بسحره، قلبي مروج فامرحي وتنقلي. حلوة كتير، يعطيك العافية، بس يعني ممكن توقع لي عليها وتعطيني اياها لحتى احتفظ فيها؟ على عيني. تفضلي. شكرا. عفوا. تفضلي على الميكرو دكتورة ريما. طيب يا جماعة، وسيارتي مين بده يسوقها؟ لا يا دكتورة، على راسي انا بسوقها. تفضلي تفضلي. والاستاذ ابراهيم رح يرجع مشان ما حدا يسرق شيء من الاغراض، مو هيك استاذ ابراهيم؟ اكيد اكيد. وما بتعرف، بجوز يجيك شيطان الشعر ويستفرد فيك ويركبك على غفلي. تفضلي دكتورة ريما، تفضلي تفضلي. غزالتي ريما، يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتورة. دكتورة نعم. بتحبي نفوت لك السيارة لجوا؟ لا والله ما في داعي، لا تغلبوا حالكم، هلا بتصل مع الميكانيكي وبيجي بياخده. يعني عفوا دكتورة، يعني ما بتريد اي شيء، اي خدمة، اي بدي سلامة قلبكم، بس لا تنسوا تسلمولي على الأستاذ إبراهيم. شاعر يعني؟ خلص وصل ولا يهمك. يلا يعطيكم العافية. الله معك، مع السلامة دكتورة. دكتورة؟ نعم. بتسمحي لي أقدم لك هيك شغلة صغيرة كتذكار؟ على عيني، بس شو المناسبة؟ ما في مناسبة أبداً، بس يعني لحتى تتذكرينا بالخير مثل ما حتتذكري زميلنا الشاعر الأستاذ إبراهيم. ماشي مثل ما بدك. دكتورة تفضلي، هذا القص أنا صممته بنفسي، يعني أنا اللي عملته. حلو كتير، فعلا حلو. شكرا، وأكيد لما تحطيه على راسك رح يصير أحلى وأحلى بكتير. وأنا كمان حابب أهديك أنينة العطر يلي ركبته بنفسي من أفخم 10 عطور شرقية مشهورة: فل، ياسمين، زنبا، منتور، جاردينيا، رنفول، نرجس، مسك وعنبر. يا سلام، فعلا ريحتها طيبة وكتير كتير كتير. شو مسميها ترى؟ هيفا؟ صحيح، بس لو كنت مسميه ريما كان أحلى. أهلين وسهلين دكتور، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أبو غسان. في جماعة جوا عم يستنوك، يصلون أكثر من ساعة. ماشي الحال. يلا يا جماعة، شكرا على الهدايا، وتشرفت كتير بمعرفتكم. نحن يا دكتورة اللي طار عنا والله. أصله تشرفنا فيكي. يلا يعطيكم العافية. الله معك دكتورة. الله معك. الله معي. يخرب بيتها ما أحلاها. لك بتفلج يا رجل، بتفلج. لك الأنكة من هيك يا بسام، لك بعد بنت، لك ما تزوجت، لك عم يطص الشباب طص. أخي المرأة الحلوة حرام تتجوز، خليها مثل الزهرة الفواحة أحلى. معلوم، والله معك حق، لأنه الزهرة اللي بإيدك إلك لوحدك، بس اللي بالحديقة ملك للجميع. بس وينك سعيد؟ إذا نسواننا هلأ سألونا عن الهدايا المميزة، شو بدنا نقول لهم؟ أنا رح أقول لمرتي نسيتها. وانا رح الا ما بعرف وين حطيتها. طب ابراهيم شعرنا لمعت، شو بده يقول لمرته؟ خليه الها، خطف قصيدتي شيطان شعر. لك يا حرق حريشه يا رجل، شفت شو نمس كيف بدل الاسم من ناديه لريما؟ شفت اخي، هدول الشعره بيركبوا اذن الجره مطرح ما بدهن. قلتك روح. اهلا وسهلا، اللي زمان ما شفتك مو؟ اي والله. اهلا وسهلا، بعرفك على رفقاتي نادية وهيفاء. تشرفنا. وهلا عم نحتفل بيوم زواجنا العشرين. مزبوط، بتذكر انك خبرتيني انكم عملتوا عرس جماعي وتزوجتوا بنفس اليوم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكي، بس ما نكون اجينا بوقت غير مناسب. ولو، اهلا وسهلا فيكم، المكان مكانكم، ورزان عزيزة وغالية علي كتير.
الحقيقة نحن ورجالنا عاملين سيران بستان هون قريب من مزرعتي، ولهالسبب استقربنا واجينا. يا ستي زارتنا البركة وأهلا وسهلا، وين رجالكم؟ تركناهم بالبستان عم يلعبوا طاولة، مشان هيك خطفنا رجلنا واجينا لعندي. طيب ليش ما بتجوا وبتعملوا الاحتفال عندي هون؟ ما بنقدر، نحن موصينا على غدا. يا ستي جيبوا الغدا وتعالوا احتفلوا عندي هون. يا ميت اهلا وسهلا فيكم، والله بفرح فيكم عن جد. يلا قوام اتصلوا برجالكم خليهم يجوا، رح ابعت ابو غسان يجيبوا. ريما صعدي لك نادية. شو ريما طارت قصيدة بالراسي؟ نادية اصعدي عرش الجمال الخالدي، وتبوئي في القلب أحلى منزلي. ألو، لك وينكم أنتو؟ بمزرعة الدكتورة ريما طبيبة الأعصاب؟ ليش غير فيتكم اللي رحتوا لعندها؟ لك بس بدي أفهم شو أخذكم لهني؟ لا لا ما رح نجي، لا تعزبوا حالكم، تعالوا بسرعة أنتو. يلا شباب، نسواننا عند الدكتورة ريما طبيبة الأعصاب. لعمة تاري هي رفيقتهم اللي راحوا لعندها. لعمة على الحظها. شو قال لك؟ ما رضوا يجوا، وحسيتهم تكركبوا كتير لما عرفوا انه نحن عند الدكتورة ريما. يوه، وليش حتى يتكركبوا؟ عفوا يا جماعة، هلا انتوا اجيتوا على السيران مع رجالكم بمكرو ابيض شي؟ ايه، هالمكرو لقرايب جوزي. ما قال لك ليش ما بدهم يجوا؟ ما رد علي. لك على القليلة يجوا ياخذونا. يا ويلتي إذا قالتلن الدكتورة عن الهدايا اللي عطيناها ياهم. فعلا ساعتها رح نتبهدل. نادية نادية صعدي عرش الجمال الخالدي. لك أخي اتركنا من قصيدتك هلا، الله يرضى عليك. شباب بدنا نفل هلا، وين نروح؟ لازم نهرب على أي مطعم، على أي قرنة ننستر فيها غير هون. ونسواننا مين بده يجيبه؟ لك ليكو ولك وين بدكم تهربوا؟ ما بدنا نهرب، ما بدنا نهرب، شو نهرب؟ بس هون دبحنا القرص، اهلكنا من القرص. لك طلع لنا حي بتطلع مترين طوله. بتعني وليش ما رضيتوا تجوا على مزرعة الدكتورة ريما؟ يا حبيبتي يعني عدم مؤاخذة، نحن ما بنعرف الدكتورة وما بدنا نعذبها يعني معنا. ولو يعني بشو ما عليكم، شو هالحكي هاد؟ عذابكم راحة. وهي الدكتورة جاي بنفسها لحتى تعزمكم. بصراحة ما هان علي تحتفلوا بعيد زواجكم هون بالبستان، ومزرعتي كلها تحت أمركم، بقى تفضلوا أهلا وسهلا فيكم. شكرا بس هلأ ما بدها بس الحقونا يلا. ماشي حقيقة يا جماعة أنا كتير فرحانة بوجودكم عندي، إلي زمان كتير ما فرحت هيك فرحة. ونحن كمان زادت فرحتنا معرفتك كتير يا دكتورة. يا جماعة هلأ صار وقت الهدايا. سمعت إنه بهالمناسبة السعيدة جايبين لزوجاتكم هدايا متميزة كتير. إيه مزبوط، بس لحظة يعني فكري ما تعذب حالك وتروح على الميكرو. يا أبو غسان. حاضر دكتورة. الحقيقة ما في أجمل من الإخلاص والعرفان بين الأزواج، وأنا كتير بهنيكم على أزواجكم وعلى المودة الحلوة اللي بيناتكم. يعطيك العافية أبو غسان، حطهم عندك. شو هاد؟ الله، في روايح طيبة هون. إلي 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 عطر، هاد عطر لزوجتي هيفاء لحبيبتي. هذا الأنس. يسلم دكتورة، شكرا. تفضل يا عمري. معناته اكيد هي هديتك. ايه هي لحبيبتي. لا تخاف، كون مطمن، صلحت الاسم. يا جماعة ما قلتوا لي شو رايكم بالدكتوره ريما؟ بتجنن، بتطير العقل، ما في منها. ان شاء الله تتهدوا فيها. اي والله ظريفه كثير هالبنت، طبيبه اعصاب، بتريح الاعصاب كثير. ورح تستلم باول الشهر رئيسه قسم الجراحه العصبيه بمشفى حكومي. طيب شو رايكم نبقى نزورها بهالمناسبه وناخذ لها هديه؟ يا ليه سكتوا؟
يعطيك العافية محمود. الله يعافيه. شو عم بتساوي عندك؟ نحط العصير بالبراد. لا لا حاجة هيك بكفي. فات الكمية كافية ما تحط شيء. فاضي. سمعان؟ يعطيك العافية. سعيد خير انت يا مي في شي؟ هاي المرة اللي طلعت هلا من الباب شو قصتها؟ هي اللي لابسة اشار؟ لك ايه اللي لابسة اشار؟ ما بعرف ليش في شي؟ كل يوم بتعبي العربية اللي تمها بتحطها هون قدامي وبتتركها قبل ما تدفع. وشها مو مريحني، حركاتها مريبة. يعني عم طالع معها شي غرض ما عم تدفع حقه؟ الله وكيلك إذا إنسان معه علبة كبريت مدافع حقها عم ممسكه على الباب وما عم يفلت من إيدي. مو هذا القصد، أنا بعرف إنكم شديدين بهالمسألة، بس هالمخلوقة بالذات باين عليها محتالة. طيب بركي كانت نسيانة المصاري وبدها يعني. كل واحد بينسى المصاري مرة مو 20 مرة، يعني إلها على هالحالة 7-8 مرات. بقى شو عم تطبخ وعلى شو ناوية؟ الله وحده بيعرف. طيب ولا يهمك، إذا إجت مرة تانية نحن بنتصرف. في شي تاني؟ لا سلامتك سعيد، يعطيك العافية. يا هيفا! نعم. خدي هاي العربية من هون ضبي الأغراض. ولي علينا كل يوم بدي اشتغل هالشغلة. خلصينا يلا. لحظة يا مدام إذا سمحتي. نعم. هاي العرباية مو إلي؟ لا مو إلي. شلون مو إليك وأنا شفتك عم تعبيها بعينيك؟ صحيح، بس أنا تركتها بمحل ما أخذتها. يا مدام أنت صار لك على هالحالة أكثر من شهر، بقى شو قصتك أنت؟ ما في قصة، أنا عفوا مدام، أنا مضطر بلغ عنك لأنه هذا واجبي. تفضلي معي إذا بتريدي. لوين بدي أتفضل؟ نحن مضطرين نحقق معك بشرطة المباحث. تفضلي بدون ضجة لو سمحتي. شرطة المباحث؟ شو السبب؟ طيب ما بدي أعرف شو السبب. هذا مو شغلنا، شغل المباحث. تفضلي. اي نعم سيدي. نعم نعم. طيب لحظة سيدي، خد اشرح للمقدم كمال الواقع بالتفصيل. ألو، احترام سيادة المقدم كمال. سيدي في عنا مشبوهة مسكناها بالسوبر ماركت. لا سيدي، بس يمكن تكون مخبية الأغراض ببيتها. نعم سيدي، تتردد كثير لعنا، وبصراحة نحن احترنا بأمرها لأنه عم تعبي العربايات بعدين تتركها وبتمشي. لا سيدي، لأنه لو مرة كنا لنا ماشي الحال، بس صرها على هالحالة أكثر من شهر ونص. والله لو بتعملوا المداهمة لبيتها اليوم بيكون أفضل حتى ما نعطيها فرصة لإخفاء الأغراض سيدي. نعم سيدي، هاي حضرة الملازم أول معك. نعم سيدي، احترامي. نعم سيدي، أنا رح أخذ المتهمة فورا بسيارتي الخاصة على بيتها. سيدي المتهمة اسمها إلهام جعفر محمود وساكنة بكفر التنك. سيدي لو سمحتوا بدنا أمر تفتيش فوري لبيتها من المدعي العام، وبدنا كمان تتصلوا بمختار كفر التنك تقولوا له يقابلنا عند بيتها لو سمحتوا. أنا رح مر بطريقي أخذ أمر التفتيش. شكرا سيدي. الله يخليك يا سيدي بلا هالفضيحة. والله أنا بريئة، قسما بالله ما ساويت شي. أرجوك أنا مرة مستورة ومالي بهالشغلات. شوفي يا أختي الله يرضى عليك، لا تحرجيني، الأمر خرج من إيدي. تفضلي معنا لو سمحت. يلا نزل.
شو لساتنا مطولين لنصل على البيت يا الهام؟ لا وصلنا. مرحبا يا مختار. اهلين وسهلين. هذا اذن المدعي العام بتفتيش البيت. لك شو عاملة انت؟ والله مالي عاملة شي. هلا منشوف البيت اذا مالك عاملة شي. تفضلي. تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. يلا يلا. هذا هو بيتك يا إلهام؟ اي نعم سيدي. يعني هدول الغرفتين؟ لا لا، هي الغرفة الثانية للجيران. تفضلوا تفضلوا من هون. يعني هالغرفة عبارة عن غرفة نوم وصالون ومطبخ وأوضة قعدة، وبالشتي غريق وبالصيف حريق. ماشي الحال. ماما قوموا اطلعوا لبرا شوي. هادي لشوف. هادي لشوف. اسمك بالكامل؟ إلهام جعفر محمود. عمرك؟ 40 سنة. كم ولد عندك؟ صبيين وبنت. جوزك لساته عايش؟ اي نعم. شو بيشتغل؟ كان موظف حارس بشركة، بعدين قلعوه وجابوا جهاز انذار بداله. هلا شو بيشتغل؟ عم يدور على شغل. وشو قصة هالصور اللي معلقتيها على الحيطان؟ ليش عم تسأل؟ ممنوع علق صور على الحيطان كمان. منين جبتيها؟ عم يوزعوها بالشوارع. شو بدك بهالاسئله هلا؟ انت بتسكتي وبتجاوبي على الاسئله بس، مفهوم؟ حاضر. هاتي شوفوا لنا شو صار معك اليوم؟ وليش عم تروحي على السوبر ماركت وتعبي العربيات؟ وكم مره عبيتيهم وشو هربتي منهم على البيت؟ احكي بالتفصيل يا الهام. سجل عندك يا سياده المحقق. أنا إلهام جعفر محمود، عندي صبيين وبنت، وجوزي عاطل عن العمل، وعايشين من قلة الموت. ما في حدا عم يفوت علينا بلقمة خبز. كان جوزي أبو عماد الله يقويه يجيب لنا من هاي الشغلات اللي شايفها على الحيطان، بس بعد ما قلعه ما عاد قدر يجيب لنا ولا حتى شقفة خبزة ولا بسكوتي ولا حتى قرص فلافل حتى يلحوسوها الصغار. وأنا باعتباري ست بيت لا تقرف عم شوف الإعلانات الحلوة اللي عم تطلع بالتلفزيون. إعلانات حلوة كتير بتخلي الواحد يشط طريقه. كل هالإعلانات عم تطلب منا نزور الأسواق التموينية، وكلهم عم يقولوا إنه في جوائز وهدايا مغرية كتير. وأكتر ما بيعجبني بهالأسواق هو التذوق. يعني بمجرد ما تفوت على السوق بتقابلك بنت صبية حلوة وبتضيفك قطعة جبنة بتدوب بتم دوبان كتر مو لذيذة وحلوة. ياما اشتهيت اخذ ولادي حتى يدوقوا معي، بس كنت استحي. المشكلة انا وولادي منحب الجبنة، فيران جبنة نحنا. ولهالسبب كترة زياراتي لهالأسواق بعد ما استلطت على هذا السوبر ماركت اللي عم رح له باستمرار وحبيته. يا اخي بينحب لأنه كل شي فيه منظم ومنوع، يعني من كل صنف فيه 100 نوع ونوع. الشاي، الزيتون، اللبنة، الجبنة، الزبدة، الخضار النظيفة اللي عم تلمع لمع، والحليب. الحليب اللي ما عاد دخل بيتنا من يوم اللي قلعوا جوزي من الوظيفة. الله وكيلك، كل يوم خميس عم بتحمم وألبس أواعي نظيفة مثل الستات الأكابر، وبوشي على السوبر ماركت الضخم. وبمجرد ما حط رجلي على العتبة عم تنفتح على أبواب البلور، وعم فوت وأنا راسي مرفوع مثل ما كان يقول أحمد سعيد بإذاعة القاهرة: ارفعوا رؤوسكم يا عرب. كنت أخذ عرباية كبيرة حسب النظام وتجول فيها بين هالنعم.
كنت اخذ من كرف امرق من قدامه يا علبه جبنه كبيره يا تنكه زيت صغيره يا علبه نيدو، وكنت امسك علبه الحليب وشمها وضمها واتخيل اولادي عم يشربوا منها. صحيح العلبه معدنيه بس ما بعرف قلبي من جوا بينفتح لي. كل شي بالسوبر ماركت بيفتح النفس، الشاي والعسل والاكلات الطيبه والخبز والمنظفات والشامبو والصابون المعطر والشاج المثلج الكبير المستورد والكازوز المبرد والياف الجلي وصابون الغسيل والسكاكر والشوكولا والمرتديلا وبرش الغسالة. هو صحيح غسالتنا يدوية وخربانة بس شو عليه، كلها اسمها مشتهيات. انتبهها مشتهيات مو مشتريات. يا الله شو بحب البس مريول المطبخ الملون، ولهالسبب كنت دايما جربه وحطه على خصري بحجة اني عم شوف اياسه. يعني المهم انا ما عم بحرم نفسي من اي شي بحبه، لا انا ولا اولادي. يا ما كانوا اولادي يطلبوا مني مصاص على سكر فكنت امشي وقل لهم مو مبارح جبت الكل. كنت حط كل هالشي بهالعرباية حتى تتكدس البضاعة فوق بعضها وتصير مثل الجبل. ومجرد ما تصير قريبة من الصندوق كنت افتح شنطتي ما كنت لاقي فيها الا جرت الطريق اللي بدها ترجعني على البيت. كنت ودع العربايه اللي تعبت بتعبايتها من كرف كاني عم ودع اولادي. كنت اطلع من السوق ودموعي على عرض خدودي من الحسره والحرمان والقهر. انا عم بتخيل منظر اولادي وهن عم يستنوني على الفاضي. على كل حال انا عملت مثل ما بيقولوا بالتلفزيون، مو هن بيقولوا اشبعي رغبتك بالتسوق، انا هيك عم بعمل. انا انسانه قنوعه ومنضبطه وما بعتدي على مال حدا. لا تصدقهم يا سياده المحقق، انا لا سرقت ولا نهبت لا سمح الله، بس يمكن دموعي فتحتني. كنت كل مره اترك لهم العربايه ملانه مثل ما هي. انا لما كنت صغيره وعمري 12 سنه كنت عانق لعبتي وطعميها واسقيها وغنيلها لمجرد الرغبة الغريزية بالأمومة اللي حطها رب العالمين بالبشر. كنت حس إنه هاللعبة فعلا بنتي، مجرد امتلاكها كان يسعدني وكأني حصلت عليها بالوقت اللي كانت هاللعبة مجرد وهم. بقى ليش عم تعاقبوني على رغبتي إنه يكون عندي هيك شغلات؟ يعني حرام حرام أحلم بهيك شغلات. لا تغزيني يا أختي، أنت فعلا إنسانة عظيمة. أنا رح أقفل المحضر على مسؤوليتي، هيك أحسن.